السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا برحب بحضراتكم وتسمحوا لي اقدم لكم نشره اخبار السادسه مساء من قناه النادي الاهلي. الى العناوين: برزنتيشن تقود عهد جديد من الاعلام الرياضي. الاهلي يواصل استعداداته لمواجهه المصري. حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة الخامسة. حضراتكم مرة تانية وإلى التفاصيل. في إنجاز جديد لشركة برزنتيشن الراعي الرسمي لكرة القدم المصرية، نجحت برزنتيشن في إيقاف التشفير مؤقتا وتحقيق حلم المشاهد العربي في متابعة الفرق الأوروبية التي أصبحت تمتلك شعبية ضخمة في المنطقة العربية. قررت شركة برزنتيشن إزاعة كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة الأسبانيين مساء غد الأحد في ذهاب كأس السوبر الأسباني على شاشة أون سبورت. وتحرص شركة برزنتيشن منذ تواجدها في السوق المصري على إنهاء معاناة المشاهد المصري والعربي مع التشفير الذي حرم كثير من المصريين من متابعة الفرق التي يعشقها، وأعادت زمن المجانية من أجل إسعاد الجماهير وتخفيف معاناتها خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن قد حصلت على حقوق بث مباراتي الكلاسيكو في كأس السوبر الأسباني يوم 13 و16 أغسطس الجاري بالتعاون مع شركة أبو ظبي للإعلام. وإلى أخبار فريق الأهلي اليوم، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر. ويخوض الأهلي المباراة المرتقبة بحثا عن اللقب رقم 36 والغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ 10 سنوات. أكيد يعني طبعا النهاردة التمرين وأكيد تفاصيل كتير من خلال طبعا التدريبات وسداد الفريق للمباراة المرتقبة. يعني معانا على الهاتف مراسلنا كريم أحمد من ملعب الجزيرة يقول لنا طبعا أخبار الفريق والتمرين النهاردة أجواء عامل إزاي. كريم مساء الخير عليك. كريم محمد، طبعا تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. يمكن حتى هذه اللحظه كابتن فاروق يمكن لسه التمرين ما بداش، لكن في محاضره فنيه لكابتن حسام البدري وكل اللاعبين، وكل النهارده التدريب يبدا 6 مساء، لكن في هذه اللحظات في محاضره فنيه لكابتن حسام البدري. بعض مقاطع الفيديو طبعا خاصه بفريق المصري، نقط الضعف والقوه طبعا في الفريق، في تركيز كبير جدا خلال تمرين الامس اللي تابعناه لكل اللاعبين. كل اللعيبه مركزه نهائي الكاس، سنين كثيره ما دخلش دولاب النادي الاهلي، مواجهه كمان امام المصري، مباراه يمكن ليها كذا اتجاه بالنسبه للاعبين واللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، لكن اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. لكن في اللحظات دي لو انا بكلمك شايفين سعد سمير هو اللاعب الوحيد اللي في التراك او في ملعب النادي الاهلي بيجري طبعا بعض التدريبات المنفرده بعد طبعا البرنامج الموضوع ليه من الجهاز الطبي، الدكتور خالد محمود وكابتن ابو العيله، ومعاه دلوقتي طارق عبد العزيز طبعا اخصائي التاهيل. سعد طبعا عارفين ان هو بيشتي من العضله الخلفيه، لكن كل التوفيق لسعد، هو طبعا بيتواصل بشكل مستمر او بيؤدي تدريبات بشكل مستمر خلال الايام الماضيه، لكن طبعا بيعلن اكيد الجهاز الفني او كابتن طارق او الجهاز الطبي غياب سعد سمير عن مباراه المصري، لسه طبعا لم يكتمل شفائه بنسبه كبيره، وكل تمنيات لسعد سمير. زي ما بقول لك يمكن اكيد في خلال 5 دقائق او 10 دقائق هيبدا مران النادي الاهلي النهارده، هيكون طبعا مران قوي جدا لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام البدري خلال تقسيمه امس بيحاول ان هو طبعا بيشرك عدد من اللاعبين في اكثر من مركز، بيعمل بعض التمويهات طبعا الخاصه دي، ما تقدرش طبعا تستنتج التشكيله كابتن فاروق طبعا زي ما انت عارف من خلال تدريب الامس اول يوم، لكن غدا هيكون في تدريب خاص طبعا في الاسكندريه بعد السفر، هيكون غدا ان شاء الله تدريب في الخامسه عصرا مش الساعه السادسه، وينتقل النادي الاهلي الى الاسكندريه، هيبقى طبعا هناك ثم المباراه ان شاء الله يوم الثلاثاء. الامور يمكن ماشيه بشكل طيب جدا هنا بالنسبه للفريق واستعدادات مكثفه، وكمان عايز اذكر لك ان هيبقى في اجتماع امني للنادي الاهلي فيه مديريه امن الاسكندريه، اجتماع امن يكون الاحد لحضور كاس مصر طبعا النهائي الخاص
بدخول الجماهير، الدعوات الخاصه بالجماهير بحضور عامر خطيب رئيس لجنه المسابقات ومندوب الاهلي والمصري. اكيد طبعا مش عارفين مندوب النادي المصري هيكون مين، لكن اكيد يكون اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي. طيب للنادي كريم، هل في كلام عن زياده عدد الحضور بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والمصري في فتره قادمه؟ هل في كلام حصل داخل النادي ان العدد ده غير كافي مثلا في نهائي كبير في بطوله كاس مصر 2017؟ يمكن كان في طلب من اللواء شيرين شمس او اداره النادي الاهلي طبعا بزياده العدد للمديريه، طبعا مديريه امن الاسكندريه او وزاره الداخليه بشكل عام. حتى اللحظه دي يمكن هو العدد اللي طبعا احنا عارفينه 25 او 30 هيكونوا متواجدين للنادي المصري و30 للنادي الاهلي، لكن ممكن في اجتماع الغد اجتماع الاحد ممكن يبقى في بعض الارقام وبعض الاعداد بعد الاتفاق طبعا بين النادي المصري والنادي الاهلي. زي ما بقول لك بكره هيكون في اجتماع غدا الاحد اجتماع امني هيكون في طبعا بعض الامور الخاصه بحضور الجماهير يا كابتن كريم. طيب بالنسبه للاعبين الجدد، يعني الكابتن حسام البدري يعني بيتعامل ازاي بقى مع الرباعي الجديد، يعني سواء بقى اسلام محارب، ايمن اشرف، طبعا هشام محمد، ووليد ازارو، يعني التعامل معاهم في التدريبات؟ يعني لو كان امبارح كان في تدريبين طبعا فاتوا قبل النهارده، لكن يعني من خلال تواجدك يا كريم التعامل بيبقى معاهم ازاي وشكلهم في الملعب عامل ازاي؟ الاندماج والهارموني اللي يعني مع الفريق وصل لحد فين؟ بالفعل يا كابتن فاروق يمكن في تعامل رائع جدا من كابتن حسام البدري، وكمان كل اللعيبه مش عايز اقول لك ان هم داخلين في اجواء الفريق بشكل كبير جدا. لو بنتكلم على وليد ازارو زي ما احنا شفنا يمكن من اول دقائق دي في المباريات انسجم بشكل كبير جدا مع الفريق، كمان في التدريبات انسجم بشكل رائع جدا. هي الخساره طبعا الوحيده ان احنا كنا نتمنى ان يكون وليد ازارو متواجد في مباراه المصري، لكن طبعا سبب الصيد اللي هو عدم الصيد ليه مش هيبقى متواجد. هشام محمد، احمد الشيخ، اسلام محارب يمكن بيتعاملوا بشكل رائع جدا، اللعيبه كمان بتتعامل معاهم بشكل رائع وهم مركزين جدا يا كابتن فاروق من خلال التدريبات. يمكن شفنا احمد الشيخ قبل كده، شفنا اسلام محارب كان هنا موجود النادي الاهلي قبل كده، لكن في اداء مختلف، في حماس، في تركيز كبير جدا، كل واحد عايز طبعا يحجز مكان في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. واكيد الكابتن حسام البدري بيتعامل معاهم بشكل جيد جدا طبعا، ايه واستقبال بشكل رائع جدا، وبيحاول طبعا ان هو يشاركهم في المباريات القادمه او المباريات الماضيه لاثبات ازاي طبعا زي ما احنا عارفين، وهم لعيبه ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه خلال الفتره القادمه. طبعا نتمنى طبعا التوفيق وعلى قد المسؤوليه، ان طبعا مباراه مهمه ومباراه كلنا حتى اللي مش هيلعب اكيد بيتمنى طبعا فريقه يكسب، فريق النادي الاهلي فريق كبير بلعبته كلها، سواء بقى اللي بيلعب اساسي او اللي موجود على المنطقه او موجود على الدكه او اللي موجود بره ال 18 كلهم هدف واحد وهو الحصول على بطوله كاس مصر ورجوعها تاني لاحضان القلعه الحمراء. بشكرك كريم طبعا مراسلنا من قناه الاهلي، كريم احمد مراسلنا في ملعب التتش بالنادي الاهلي. ما زلنا طبعا في اخبار او اخبار النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي طبعا استعدادا للفتره القادمه لمباراه المصري في كاس مصر. قرر كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي لكره القدم الدخول في معسكر مغلق غدا يستمر لمده 48 ساعه في مدينه برج العرب، استعدادا طبعا لمواجهه المصري البورسعيد المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في نهائي كاس مصر. ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبا مساء غد الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، يعلن بعده المدير الفني عن قائمة اللاعبين المرشحة للمشاركة في المباراة، ومن ثم يتوجه إلى الأسكندرية على أن يخوض تدريبه الأخير على الملعب الفرعي ببرج العرب استعدادا للمباراة الهامة والمرتقبة. ويسعى الأهلي للفوز بلقب الكأس الغائب عن خزينة النادي منذ 10 سنوات، وكذلك الجمع بين الثنائية المحلية بعد أن توج بالدوري الممتاز. وافق مسؤول النادي الاهلي على اعاره عمرو جمال مهاجم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى بيدفست الجنوب افريقي في فتره الانتقالات الصيفيه على سبيل الاعاره لمده عام بعد ما وافقت المدير الفني حسام البدري على رحيل اللاعب. ومن المنتظر ان يغادر عمرو جمال الى جنوب افريقيا من اجل الخضوع للكشف الطبي واستكمال اجراءات انتقاله، وذلك عقب مواجهه المصري في نهائي كاس مصر المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل. الاتحاد الكرة استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 21 أغسطس الحالي استعدادا لمواجهة أوغندا يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر في تصفيات
كأس العالم 2018 في روسيا. ويفضل جهاز المنتخب انطلاق المعسكر يومي 21 حتى يتثنى له إعداد اللاعبين المحليين بشكل كافي قبل مواجهتي أوغندا الهامتين في مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم. ومن المقرر أن يعلن كوبر قائمة المحليين استعدادا لمباراتين يوم الأربعاء المقبل بعد نهائي كأس مصر، بعدما أعلن عن ضم 15 لاعب محترف. ويتصدر منتخب مصر طبعا مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط، يليه أوغندا 4 وغانا نقطة واحدة والكونغو بلا رصيد من النقاط. أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري لمنتخب الوطني المصري لكرة القدم أنه سيتم التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى عمرو وردة لاعب فرنسي البرتغالي بحسب ما ذكرته صحيفة ريكورد البرتغالي. وقال لهيطة أنه سيتم فتح التحقيق مع اللاعب في الأمر لمعرفة صحة ما نشر في الصحيفة البرتغالية من عدمه، وفي حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه سيتم اتخاذ موقف قوي مع اللاعب. يذكر أن وردة ضمن قائمة المنتخب لمباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018. ما زلنا مع المنتخبات الوطنية، ولكن طبعا لمنتخب مصر المحليين. أنهى منتخب مصر المحليين أزمة جواز سفر أيمن أشرف لاعب الأهلي الجديد قبل يوم واحد من مواجهة المغرب غدا في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ونجح مسؤولي المنتخب في استخراج جواز سفر جديد بدلا من جواز المفقود لأيمن أشرف بمعسكر المنتخب اليوم السبت استعدادا لمواجهة المغرب. كما سينضم للمعسكر اليوم أيضا اللاعب محمود عزت مدافع سموحة بناء على طلب الجهاز الفني. وشهد أمس الجمعة انضمام كل من أحمد الشيخ وحسام حسن وأحمد نبيل منجا إلى صفوف المنتخب. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حرص المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعماد وحيد ومهند مجدي عضوي المجلس على تكريم أبطال الكاراتيه بالنادي خلال احتفالية كبرى أقيمت أمس الجمعة بفرع النادي في مدينة نصر. وقام المجلس بتكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في بطولتي القاهرة والجمهورية من سن 5 سنوات وحتى الدرجة الأولى. وحضر الاحتفالية اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي واللواء أسامة سامي مدير فرع مدينة نصر والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه والكابتن محمد حسن مدير الجهاز. انتصار جديد للرياضة المصرية على المستوى الدولي، احتفظ الدكتور حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي بعدما أغلق باب الترشح لخوض الانتخابات ولم يتقدم أحد لمنافسته على الرئاسة. ويعتبر فوز مصطفى بمثابة ثقة الجمعية العمومية البالغ عددها الآن 207 دولة لم يتقدم منها أي شخص لمنافسة حسن مصطفى على كرسي الرئاسة. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية خلال الفترة من 10 وحتى 13 نوفمبر المقبل بتركيا. ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي لحسن بالتسجيل. وفي نفس الإطار قدم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وذلك بعد فوزه بمنصب الرئيس للمرة الخامسة في تاريخه والثانية له بالتزكية. وقال عبد العزيز أن ثقة الجمعية العمومية البالغ عددها 207 يعني في قدرة الدكتور حسن مصطفى على
قياده المنظومه كره اليد للمره الخامسه على التوالي هو فخر كبير للرياضه المصريه ومصدر من مصادر القوى الناعمه وانتصار واعلاء لقيم النزاهه والعدل والاخلاص للوطن. يحصل اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد شباب مواليد 98 على راحة من مباريات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بجورجيا وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري. وكان المنتخب قد تعادل في الجولة الأولى أمام الدنمارك وفاز في الجولة الثانية على المنتخب السويدي وذلك في قبل أن يخسر في الجولة الثالثة أمام منتخب فرنسا. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني غدا الأحد مع المنتخب البحريني في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات المونديال. أكد مصطفى القاضي المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة ومساعد مدير بطولة العالم تحت 23 سنة المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 25 أغسطس الجاري طرح التذاكر للجماهير لحضور المباريات بعد غد الاثنين. وأشار القاضي أنه من المقرر أن يتم استلام التذاكر من المطبعة اليوم السبت على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة الشباب والرياضة غدا الأحد. ويشارك في هذه البطولة 12 منتخب هي مصر والجزائر والأرجنتين والبرازيل وكوريا والمكسيك وإيران واليابان وبولندا وروسيا وتركيا والصين. فاز منتخب مصر للنشئات السلة تحت 16 سنة على موزمبيق بنتيجة 56-38 في ختام بطولة أفريقيا التي اختتمت بموزمبيق. تقدم المنتخب المصري على منافسه في فترات المباراة الأربعة وجاءت النتيجة كالتالي 13-10 و23-19 و25-21 وأخيرا 38-56 جاء الفوز ليحصد منتخب الفراعنة المركز الثالث حيث فاز على كل من زيمبابوي وأنغولا وموزمبيق بالأدوار الأولى وخسر من مالي بينما تلقى هزيمة واحدة من أنغولا قبل نهائي البطولة ليفشل في التأهل إلى بطولة العالم 2018 وتعود البعثة إلى القاهرة فجر الاثنين. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اخبار قناه الاهلي السادسه مساء. مكملين معاكم نشرة أخبار السادسة مساء من قناة الأهلي وإلى جولة في الملاعب العالمية ونبتديها طبعا مع نجمنا المصري محمد صلاح. نجح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في تسجيل أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي في لقاء واتفورد الذي انتهى بثلاثة أهداف لمثلهما ضمن مباريات الجولة الأولى من البريمير ليج. وشهدت المباراة ظهور مميز لصلاح الذي تسبب في ركلة جزاء سجل منها فيرمينيو الهدف الثاني قبل أن يتولى صلاح بنفسه تسجيل الهدف الثالث من متابعة لكرة زميله البرازيلي فيرمينيو الذي إلا أن ذلك لم يمنح النقاط الثلاثة لليفربول الذي فرض عليه واتفورد التعادل في الدقيقة 93 بهدف سجله المدافع بريوتوس ويلعب ليفربول في ثاني جولات البطولة أمام كريستال بالاس على ملعب إنفيلد رود.
نبقى في ليفربول حتى حدد نادي ليفربول الإنجليزي مبلغ 150 يورو للموافقة على رحيل البرازيلي كوتينيو إلى نادي برشلونة الأسباني بعد أن تقدم اللاعب بطلب إلى النادي الإنجليزي للرحيل إلى أسبانيا. وذكرت صحيفة سبورت الأسبانية إن إدارة الناديين في مفاوضات مستمرة ولم يتوصل الاتفاق بعد، كما أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول متمسك باللاعب رغم قناعته باقتراب كوتينيو من المغادرة. قام الأسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي دعوى قضائية ضد إدارة البلوز بعد منعه من الانتقال لصفوف نادي السابق أتلتيكو مدريد الأسباني. وذكرت صحيفة ذا سون الإنجليزية أن دييغو كوستا أقام دعوى قضائية ضد إدارة تشيلسي بسبب معاملتهم غير العادلة له وعرقلتهم لا عودته إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد. وكشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي عن عدم وجود أي أخبار عن المهاجم الأسباني، مشيرا إلى أنه لا يعرف موعد عودته إلى لندن. وإلى أسبانيا، اقترب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني من تجديد تعاقده مع الملكي لمدة 3 مواسم مقبلة بعدما نجح في الفوز بستة ألقاب مع الفريق آخرها السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة إس الإسبانية أن راتب زيدان سيتضاعف في العقد الجديد ليبلغ 8 ملايين يورو سنويا، كما يحصل على ضعف المكافآت التي تمنحها الإدارة للاعبين. وتولى زيدان الإدارة الفنية في يناير 2016 خلفا للإسباني رافائيل بينيتيز. انضم البرازيلي باولينهو لاعب وانزو الصيني إلى برشلونة الأسباني، ذلك في صفقة كلفت النادي الكتالوني 40 مليون جنيه استرليني حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية. وبدأ برشلونة في مفاوضاته لضم باولينهو منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن النادي الصيني كان متمسكا بعدم بيع أي لاعب قبل نهاية بطولة دوري أبطال آسيا. وبذلك يصبح باولينهو الصفقة الثانية لبرشلونة هذا الموسم بعد التعاقد مع البرتغالي نيلسون سميدو لاعب بنفيكا البرتغالي في صفقة كلفت الفريق الكتالوني مبلغ 30 مليون يورو. أكد نفاذ حارس مرمى فريق ريال مدريد أن الملكي جاهز لمواجهة برشلونة غدا الأحد في ذهاب السوبر الأسباني على ملعب الكامب نو. وقال نفاذ في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: الفريق هادئ للغاية، نصل إلى هنا بثقة كبيرة وهدوء، لدينا دافع قوي، الفوز باللقب السوبر الأوروبي منحنا مزيدا من الثقة، متمنين طبعا عندما لا تطمح في الفوز بكل مباراة فأنت لا تستحق تمثيل أفضل لأفضل نادي في العالم. وعن رحيل نيمار دا سيلفا عن البارسا قال نفاذ: نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولا يمكن أن نقول بأن برشلونة أصبح أضعف برحيل. ننتقل إلى فرنسا، ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم لاعب آخر بعد التعاقد مع نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون جنيه استرليني. ويسعى باريس سان جيرمان لضم لاعب الوسط البرازيلي فابينهو من موناكو، وذلك بعد فشله في ضم زميله في الفريق كيليان مبابي الذي يتمسك موناكو ببقائه في صفوف الفريق. ويحاول الفريق الفرنسي تدعيم صفوفه قبل الدخول في المعترك الأوروبي الموسم المقبل، خاصة مع تزايد أمال الجماهير في تحقيق لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا بعد انضمام نيمار إلى الفريق قادما من برشلونة.
انتهت أخبارنا العالمية، وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. أخبار اليوم: الأهلي يسعى لاستعادة الأمجاد. الجمهورية ندبت خارج نهائي كأس مصر. البدري المساء، البدري النهائي يحتاج إلى مقاتلين لإسعاد الجماهير. الأهل وفد، الأهلي وافد يوافق على رغبة مؤمن زكريا. المصري اليوم: البدري يوافق على انضمام أزارو لمعسكر منتخب المغرب. الوطن سبورت: منتخب المحليين ينهي أزمة جواز سفر أيمن أشرف. الشروق: استعدادات مكثفة لمواجهة المصري. فيتو إسلام محارب ينتظم في ميران الأهلي اليوم. البوابة نيوز: سعد سمير يغيب عن الأهلي في نهائي الكأس. يعني قبل ما اختم نشرتنا، اكيد زي النهارده 12 اغسطس 2011 فاز الاهلي على مولوديه الجزائر بهدفين دون رد ضمن منافسات الجوله الثالثه بالمجموعه الثانيه في دوري ابطال افريقيا، والتي كانت تضم فريق الترجي التونسي والوداد المغربي. احرز هدف الاهلي نجوم الفريق عماد متعب ليقود المارد الاحمر لتحقيق فوز مهم في البطوله. كانت المواجهة الثانية دي يعني كانت طبعا مهمة جدا، تعادل الأهلي مع ضيفه زيسكو الزمي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما بأستاد الجيش. أكيد طبعا خلصنا نشرتنا، وبتمنى لكم طبعا مشاهدة سعيدة دايما في قناة الأهلي، وشكرا، السلام عليكم.